بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول رحمة العالمين. حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وأولياء الله الصالحين في الدعاء. التوسل بالأنبياء أو بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء وبالصالحين في الدعاء شرك بالله وكفر بالله. بعض العلماء أجاز التوسل ووقعوا في خطأ فادح، إن هو يجوز التوسل بالأنبياء أو بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصالحين، وبنوا أدلتهم على حديث ضعيف. حتى وإن صح هذا الحديث فقد فهموا الحديث حديثا فهما خاطئا، وخطأوا فيه خطأ فادح. وهقول لحضرتكم بعض الأدلة، يعني أنا أستطيع أن أحصي كل الأدلة، لكن هقول لحضرتكم بعض الأدلة، لأن كثير جدا من الناس بيقع في ذلك ويقع في الشرك والعياذ بالله، وده من الكبائر. وبيتصور انه لو جعل الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى في الدعاء، لأنه دعاؤه سيستجاب، بالعكس، الدعاء لن يستجاب، لأنك دعوت الله سبحانه وتعالى بصيغة شركية كفرية، وجعلت بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى واسطة، فلا يقبل الدعاء. وكله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السعيد، كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني إيه؟ يعني اي شيء تعمله ما هوش موافق للسنه يرد عليك ولا يقبل العمل. طيب، الحديث اللي بعض العلماء بنوا عليه جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، او حديث الاعمى الذي ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله جئتك لتدعو لي بان يرد الله علي بصري، بأن يرد الله علي بصري. فقال له: إن شئت دعوت لك، ولكن لو أنك أخرت ذلك لكان خيرا لك. فقال له: أدعو الله لي. يعني بيقول له: لو أنت صبرت يكون أحسن، لأن الإنسان إذا ابتلي في حبيبته أو في عينه وصبر فليس له جزاء إلا الجنة، لكن هو الراجل أصر، قال له: أدعو الله سبحانه. أولا، الحديث ده حديث ضعيف، صححه بعض العلماء وحسنه بعض العلماء، لكن فيه اضطراب في المتن بتاعه، وفي علل كتيره للحديث ده، وهحط لكم الكلام ده تحت الفيديو ان شاء الله. وده فيه رد على الناس اللي تنكر الحديث الضعيف. انا اتكلمت قبل ذلك عن اهميه الحديث الضعيف، ان هو يبنى عليه احكام كتير، يعني كتير كتير جدا من الاحاديث الضعيفه بني عليها احكام فقهيه هامه جدا. لكن ده مش موضوعنا، لكن انا بضرب لكم مثل بالناس اللي تنكر الحديث الضعيف. هو ده حديث ضعيف لكن صححه البعض وحسنه البعض. وده الحديث الوحيد اللي فيه توسل، وهقول لكم الناس فهموه خطأ ازاي او ما فهموه خطأ ازاي. فقال له اذا توضأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: توضأ وقل في دعائك: اللهم اني اتوجه اليك، وفي روايه اتوسل اليك بنبيك محمد نبي الرحمه، ان ترد علي بصري. ففعل ذلك الرجل كما جاء في الحديث ان صح، فرد الله تعالى عليه بصره. فقالوا: يبقى إذن ده دليل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. أولاً، احنا قلنا إن هذا الحديث حديث ضعيف. ثانياً، إيه الدليل بقى إن هم فهموا الحديث ده خطأ؟ أولاً، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعاش، ما قالوش اقعد كده وما تعملش حاجة وأنا هدعو لك، ده قال له: صلي وتوضأ وقول إني أتوجه إليك. يعني إيه إني أتوجه إليك؟ بدعاء اتوسل اليك بنبيك، او اتوجه اليك بنبيك، معناها اني اتوسل اليك، وفي روايه: فشفعه فيه وشفعني فيه. يعني هو اني اتوسل اليك ان بدعاء نبيك، يبقى في حذف. يبقى الراجل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ اني اتوجه اليك بنبيك، او اتوسل اليك بنبيك، اي اني اتوسل اليك بدعاء نبيك، معناها يا رب استجب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيا، مش معناها اني اتوسل لك بذات النبي. وهقول لكم دليل من السنه. اولا، لو كان يجوز التوسل بالنبي بذات النبي صلى الله عليه وسلم مش بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان الراجل قاعد في بيته الاعمى ده، ايه اللي يخلي واحد اعمى يتكبد مشقه ويمشي من بيته لغايه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اعمى ويطلب منه الدعاء؟ ما كان قاعد في بيته وقال: يا رب اني اتوجه اليك، اتوسل اليك بنبيك ان ترد علي بصر. لكن هو عارف ان الكلام ده ما ينفعش، لذلك ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليدعو له. فانت لما بتقول اللهم اني أت... فلما اني فلما الراجل ده قال: اللهم اني اتوسل اليك بدعاء بنبيك، او اتوجه اليك بنبيك، معناها اتوسل اليك بدعاء نبيك، يعني رب اقبل دعاء النبي فيا، مش معناها انا بتوجه اليك بذات النبي صلى الله عليه وسلم.
لان بذات النبي صلى الله عليه وسلم ده شرك. ده بيقول له يا رب اقبل دعاء النبي بس، مش اكتر من كده، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له توضى وصلي كمان. يعني بمعنى لازم تعمل انت، لازم انت تعمل حاجه. فعشان يفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يقول له انا انسان، مهما وصل بيه مهما بس وصل الامر انا انسان. ومن الجائز جدا ان يرد دعاء، وهو ثابت في السنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا باشياء ولو لم يستجب رب العالمين سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث صحيح دعوت الله سبحانه وتعالى بخمس فاعطاني ثلاثه ومنعني اثنين، والحديث كله صحيح وفي كذا روايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا باشياء ولم يستجب له. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيطلب اشياء وما استجابش له. فعايز يعلم الصحابي ويعلمنا ان انا انسان، لا تغالوا فيا، لا تغالوا في قدري فتقعوا في الشرك. عشان كده قال له صلي وتوضى وصلي وقول الكلام ده، ما اكتفاش من ان هو يقول له انا هدعو لك وخلاص. ف والرسول ده قال له فعلا، لان لو انه قال له توضى وصلي وقال له باذن الرسول دعا فعلا، يبقى عشان بعض الناس بيقول لك لا ما هو الرسول ما دعاش، ده الراجل توجه بدعائه بس. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له توضى وصلي وقول الكلام ده، معناها ان انا كمان سادعو لك. ده الدليل الاول. الدليل الثاني، اولا احنا قلنا ان الحديث ضعيف، ثانيا ان الراجل توضا وتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهقول لكم معناه اني اتوجه اليك او اتوسع اليك بنبيك معناها بدعاء نبيك. طب ايه الدليل من السنه؟ او هحط لكم ادله كثيره من القران. اولا رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في سورة يوسف. يعني إيه واسأل القرية التي كنا فيها؟ يعني واسأل أهل القرية التي كنا فيها. يبقى فينا حذف. وهي قرية بتتكلم، وهي قرية لما هتسأل هتتكلم. واسأل أهل القرية. يبقى لما الصحابي بيقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، أتوسع إليك بنبيك، أي أتوسع إليك بدعاء نبيك، ده في هنا حذف. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكان الدعاء. وده ثابت، لأن العرب كان عندهم فصاحة في اللغة كبيرة جدا. فاللغة العربية قايمة على الحذف، لأن فيها بلاغة. فده اول دليل. باذن هو الصحابي هنا بيقول واسال، يعني اتوجه اليك بدعاء نبيك، مش معناها بنبيك. ثانيا دليل من القران، مش ربنا بيقول في سوره في سوره في سوره القران في سوره يو النساء: والقران يفسر بعضه بعض، ولو انهم اذ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما. فاذا لو انهم اذ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الله. طب يبقى بيقول ده نوع من الصحابه، ده نزلت في الصحابي كان حصلت منه هفوه او معصيه، فربط نفسه في ساريه المسجد وقال مش هرجع، مش هفك نفسي الا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يفك، يجي ويفكني بنفسه. ف يعني ربنا بيقول له ايه؟ ربنا بيقول بيرد بيقول للصحابه ايه؟ بيقول لهم لو هم كانوا جاؤوك، او ناس من الناس اللي الاذنبي دي، او ناس لو كانوا جاؤوك جم لغايه عندك و طلبوا منك انت تستغفر لهم، هم كمان استغفروا. خلي بالك، وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لو انهم اذ جاءوك، يبقى اذا لازم تروح للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له ادعوا لي. ما ينفعش تقعد في بيتك وتقول يا رب اتوسع لك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا القران واضح، ولو انهم اذ جاءوك وانت حي عشان لكي تدعو لهم وانت حي. يبقى اذا طيب دليل بعد كده حديث، في حديث تاني مكذوب بيبقى منتشر بين الناس، هو حديث مكذوب: توسلوا بجاهي فان جاهي عظيم. هذا حديث مكذوب عشان تبقى الناس فاهمه برضو. الحديث ده اصلا منتشر بين الناس، وهذا حديث مكذوب ملوش اصل خالص، مش موجود في كتب السنه. او بعد كده هل حد من الصحابه، هل سمعتم عن احد من الصحابه وهو قاعد في بيته قال اللهم اني اتوجه اليك اتوسع اليك بنبيك اللهم بحق جاه نبيك النبي افعل لي كذا؟ هل فعل ذلك احد من الصحابه او احد من التابعين؟ عمره ما حصلت ابدا. ما فيش غير الحديث ده بس اللي انا بقول لكم عن الراجل الاعمى ده، وان هو راح للرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وقال له ادعوا لي فقال له الكلام ده. لكن عمره لا. فلو كان جائز ان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانت كل الصحابه هم قاعدين في بيوتهم يرفعوا ايديهم ويقولوا يا رب انا اتوسل اليك بنبيك محمد افعل لنا كذا وافعل لنا كذا، وكانت وصلنا
اصحابه كانوا اكتر من 100 ألف واحد في غزوه الوداع، والتابعين كانوا وصلنا في حد صحيح او حتى ضعيف ان الصحابه كانوا بيرفعوا ايديهم وبيتوجهوا، عمره ما حصلت ابدا، لا من الصحابه ولا من التابعين، مع انهم كانوا بيزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، كلهم حاجات وعندهم مشاكل وبيحاربوا وبيجاهدوا في سبيل الله وتحسن. عمره حد فيهم راح القبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انا عمركم سمعتوا سيدنا ابو بكر او سيدنا عمر او سيدنا؟ طيب ادعي لي بعد كده. الرسول سيدنا عمر بن الخطاب في عام رمضان عندما حدث قحط شديد وجد، عمل ايه؟ جاب العباس وقال وده يوريكم ان الصيغه مش معناها ذات النبي. سيدنا عمر بن الخطاب جاب سيدنا العباس وقال كنا يا رب كنا اذا استسقينا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن الان نستسقي بعمه العباس، فاقبله يا رب، او ان نتوسل اليك بعم وان كنا نتوسل اليك بنبيك محمد، ونحن الان نتوسل اليك بعمك العباس بعمه العباس. يعني ايه نتوسل اليك؟ يعني نتوسل بدعاء، يعني يا رب اقبل دعاء العباس. راح العباس رفع ايده، اللهم اسقنا يا رب، وسيدنا عمر رفع ايده، راحت الناس رفع ايديها، راح المطر نازل. طيب لو يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر الخطاب ايه اللي يخليه يروح يجيب العباس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم افضل من عمه العباس بمراحل كثيره جدا. بلاش، ما هو سيدنا عمر الخطاب هو نفسه افضل من العباس برضه مراحل. لما كان سيدنا عمر الخطاب دعا بنفسه، كان سيدنا عمر الخطاب قال اللهم انا نتوسل اليك بنبيك من غير ما يجيب العباس، ايه اللي يخليه يروح يجيب العباس في مشهد من جمع كبير من الصحابه؟ وسكوت الصحابه على فعل سيدنا عمر بن الخطاب اجماع، والاجماع مصدر هام جدا من مصادر التشريع بعد القران والسنه، المصدر الثالث مصادر التشريع. وسكوت الصحابه على فعل سيدنا عمر اجماع. كانوا يقولوا له ايه يا عمر جاب العباس ليه؟ ما تعالى كلنا نقول يا رب، نرفع ايدينا ونقول يا رب بجباه نبيك محمد، عايزين اللهم نتوسل اليك بمحمد، اسقنا يا رب. حصل؟ ما حصلش. دليل تاني، معاويه بن ابي سفيان في زمانه حصل قحط وجهد وجدب، أم هو واحد اسمه الضحاك. الضحاك ده من كبار التابعين، وكان مفسر، كان مفسرا للقرآن، ولو فتحت ابن كثير هتلاقي أقوال كثيرة للضحاك من كبار التابعين. عمل إيه معاوية بن أبي سفيان والضحاك؟ راح منادي على واحد اسمه يزيد ابن الأسود، وقال يا رب إنا نستسقي بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الاسود، اللهم اقبل، اللهم نتوسل اليك بخيرنا وافضلنا يزيد بن الاسود، اللهم اقبله. ام يزيد بن الاسود رفع ايده ودعا الله سبحانه وتعالى، وسيدنا معاويه والضحاك وراحوا الناس في الجامع رافعين ايديهم. سيدنا معاويه بن سفيان ابي سفيان فعل ذلك على المنبر، ففي ساعتها على طول نزل المطر، كان في صلاه المغرب نزل المطر. طب ما كان سيدنا معاويه بن ابي سفيان ما كان قال يا رب، يبقى اذا لما سيدنا معاويه نفسه قال اللهم انا نتوسل اليك بيزيد او بخيرين افضل، معناها ان نتوسل اليك بدعاء يزيد. زي بالظبط، واسال القريه التي كنا فيها، واسال اهل القريه التي كنا فيها في حسف، اي ان نتوسل اليك بدعاء. العرب كانوا بيتكلموا كده، ان نتوسل اليك بدعاء يزيد، مش معناها بذات يزيد. ولو كان يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، ايه اللي يخلي سيدنا معاويه نفسه ومعاه الضحاك وفي اجماع؟ يبقى اذا ده اجماع في زمن زي معاويه، ما كانوا راحوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رب انا اتوسع اليك من ابي. يعني هو سيدنا، يعني عايز اكتر من كده ادله. هو لو كان يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان فعله سيدنا معاويه وسيدنا معاويه بن سفيان، وايضا فقيه. وفي حديث في البخاري ان سيدنا معاويه بن سفيان قال شيئا فقال له فلان انه فقيه، يعني سيدنا معاويه، الحديث في البخاري. يبقى اذا كلام سيدنا عمر نتوسل اليك بعم العباس معناها بدعاء عمك العباس، وسيدنا معاويه نتوسل اليك باليزيد معناها بدعاء اليزيد. وكلام الاعمى ان صح الحديث، احنا بنقول انه في شك في الحديث، ان صح الحديث اتوجه اليك بنبيك، اي اتوجه اليك بدعاء نبيك، مش معناها لان الرسول حي، مش معناها بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لان ذات النبي شرك. وذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ابدا ابدا ان في واحد راح لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابه والتابعين رفع ايديه قال رب انا نتوسل اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اذا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى واسطه. فدي بعض الادله عشان الناس
اللي بتتوسط بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتوسط او باي نبي من الانبياء او بالصالحين. وطبعا ناهيك بقى عن الدرجات الاعلى من الشرك، اللي الناس اللي بتقول مدد يا فلان ومدد يا فلان، ويروح لقبر النبي، لقبر النبي، او مش ماشي قبر النبي، او يروح لقبر اي ولي من الاولياء، الحسن او الحسين او فلان او سيدي مش عارف ايه، ويتمسح في القبر ويقول له اعمل لي كذا واعمل لي كذا، ويدعوه كانه هو الاله. طبعا ده كفر اعلى، درجات كفر اعلى من هذا بكثير، لان الكفر والشرك والعياذ بالله درجات. ف دي بعض الادله، انا هكتب لكم الكلام ده تحت فيديو، عشان اللي بيوسط النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بتاعه ويقول يا رب، وده دليل قاطع خلي بالكم على بطلان الصيغه الشركيه، الصيغه الشركيه اللي هي بتاعت الصلاه الناريه. يعني الصلاه الناريه بتقول ايه؟ الصلاه الناريه بتقول اللهم اني اتوسل، اللهم صل على محمد الذي تنحل به الفرج، ودي الصلاه الناريه او اللي بيقولوا عليها الناريه او التفريجيه. الصيغه بتاعتها اللهم انا نصلي، اللهم نصلي على نبيك محمد صلاه بنبيك التي تنحل به الفرج وتكشف به الكرب. فالصلاه هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيحل الكرب، توفاه الله سبحانه وتعالى. فلما افترض ان الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا غير الادله الكثيره الثانيه، فكلا ده ليه الصيغه دي؟ واحد صوفي شافها في منام، في رؤيه مناميه، ووضعت في كتب السنه عنوه، وهي الاساس من كتب السنه، وانتشرت بين الناس، ودي من البدع، وزي ما قلت الصيغه بتاعتها شركيه. اللهم اني نصلي على محمد صلاه على محمد الذي تنحل به الفرج، هو النبي صلى الله عليه وسلم بتنحل به الفرج وتكشف به رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي يحل الفرج ويكشف الكرب. ف يبقى اذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطه في الدعاء شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك بالله. ف ولو كان صحيح كان حد، كان الصحابه والتابعين فعلوه، لكن عمره ما ثبت ابدا. بالعكس بعد ما حدث الجدب والقحط الشديد، سيدنا عمر بن الخطاب ما توسلش، جاب العباس، ان العباس حي، وقال له كنا نتوسل بنبيك، قال بدعاء نبيك، احنا نتوسل دلوقتي بدعاء العباس، بدعاء العباس مش العباس نفسه، بدعاء العباس. والعباس لما هيموت مش ما حدش هيروح هيتوسل بيه، هيجيبوا واحد تاني حي يتوسلوا بيه، وهكذا. ويدل على ذلك ايضا فعل معاويه بن ابي سفيان، ان هو ايضا توسل هو والضحاك بيزيد، لان يزيد ابن الاسود حيا، كان حي يرزق، كان حيا يرزق، فاذا يجوز التوسل به. لكن لو كان لما بعد ما هيموت اليزيد ما حدش هيتوسل باليزيد. عايزين ايه اكثر من كده؟ ادله على بطلان، هاتي الادله على بطلان جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانا هكتب لكم الادله دي تحت، هكتب لكم الحديث، انسخوا هذا الكلام وانشروه ونشر هذا العلم في ثواب عظيم، ونعلم علما في الاجر معاه يوم القيامه. لانكم ذات موجود فتشوش تفعيل الجرس واشتركوا ليصلكم كل جديد، وساعدونا على شخص سنه تربيه. كل قولي هذا، استغفر الله واتوب اليكم.